السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنة طيبين. خلاص رمضان قرب، وفي رمضان بقى بيحب المخلل، فانا قلت اخلل معاكم الخيار عشان احنا هنا بنحبه قوي. وبعدين لما روحت الخضري النهارده انا بتعامل معاه، لقيت عنده خيار رفيع جميل قوي. بصوا، خيار رفيع قوي، وده احسن حاجة للتخليل. بصوا رفيع صغير ازاي، اتبسطت بيه قوي، فقلت اعمل بقى الخيار معاكم. من اسهل انواع المخللات هو الخيار، وانا بحبه جدا. هو بره بصراحة بيبقى غالي شوية، فاعمله بقى قبل رمضان معاكم. الطريقة بسيطة وسهلة جدا. انا معايا هنا دول تقريبا بتاع كيلو ونص من الخيار، عشان ده يبان كتير بس هو رفيع اوي، فده كيلو ونص من الخيار. معايا هنا كام فص ثوم، كام فص من الثوم. هنا دول 5 معالق من الملح، وهنا معلقتين، معلقة ونص سكر. السكر ده طعمه مش بيبان طبعا في المخلل، بس هو بيخلي الخيار دايما مش بيطرى خالص، وبيخليه مقرمش كده زي اللي بنشتريه من بره. ومعايا هنا عصير ليمون، دول 3 ليمونات وخل ومية. نبدأ مع بعض. اول حاجة هجيب هنا بولة، احط المية، شوية مية حلوين كده علشان خاطر دول اللي نخلل بيهم. واللي عايز ياكل منه بسرعة يعني يومين كده يحط مية سخنة. بعد كده احط عصير الليمون في الميه، الملح، السكر، والخل. كفايه كده علشان انا مش عايزاه يتخلل بسرعه، علشان لسه فاضل تقريبا 12 يوم على رمضان. هو هيقعد اسبوع بس، اللي عايز يخليه بسرعة بقى يحط مية سخنة وخلي كتير، يومين بالظبط وهياكل منه. الخلطة بقى اللي احنا عملناها دي كلها نقلبها، نقلبها كويس. واجيب بقى البرطمان ان انا اخلل فيه، ابتدي ايه احط فيه الخيار. ممكن اميل البرطمان كده عشان ادخل الخيار بانتظام. كده ادخل كمية الخيار كلها وارجع لكم. بصوا هنا حطيت شوية من الخيار، فقبل ما اكمل احط كام فص ثوم كده في النص جوه كده اهو، واكمل تاني بقيت رص الخيار. اهو خلصت كل كمية الخيار، حطيتها في البطرمان، وحطيت في الوسط فصوص الثوم. اجي بقى الخلطة اللي احنا عملناها هنا، اللي حطينا فيها الليمون والخل والملح والسكر، احطها البطرمان لسه محتاج ميه، وانا ممكن اكمل ميه لغايه ما اخلي الميه تغطيه. بس كده
خلاص هو كده المخلل خلص، مفيش اسهل من كده تقريبا. يعني اجيب بقى كيس من اكياس التلاجة ده اروح حاطاه كده. واروح قافله كويس. بس معلش نسيت معلقه شطه برضو نحطها في ميه التخليل، وهفتح عليه بعد 3 ايام هشوفه محتاج ملح ولا لا، وبعد اسبوع هفتحه معاكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه. باي باي.